خليني نمشي ونشوف بلادي ونمشي يا بابا خليني نمشي ونشوف بلادي ونمشي يا بابا خليني نمشي ونشوف بلادي ونمشي وخا عشر يا بابا خليني نمشي كلشي كاين كتيبه كاين الخضر كاين الفواكه كاين الالبسه المهم جميع المواد كاينه هنا في هذا المكان هذا خليكم معنا باقي ان شاء الله نعود للسوق وعند تقضى وخليكم معنا تشوفوا التفاصيل كامله ان شاء الله كنتمنى الفيديو ما تشوفوا العائد الخاوه ديالي هو ماشي ان شاء الله نشوفوا الحواليه كيفاش اللي عامل وشحال واصل هنا في السوق الاسبوع اللي احمد خليكم معنا ان شاء الله واحد تحيه للجمهور تحيه للجمهور ديالنا ودعمنا باللايك ابو الله يخليكم السلام عليكم رئيس السلام عليكم شنو جبتي سير شحال العزيز هذا المبروك هذا ال 240 فرنك بارك الله هذا الحولي مخير هل عزيز ندورو في السوق تشوفو شنو كاين اييه ايه خالتو عندك حزام السلامة ما جينا حال القرى تشوفو السوق شني فيه وكتا حولي كل واحد على قد استطاعة ديالو هذا الحولي اللي شفناه الاخر واعر
لا باقي كسي كسي حتى قرب العيد ولا خرج قرب العيد شحال باقي 20 لا لا غادي نلقى مصايب صايب باش بعتها هاي الحمد لله تبارك الله الخير تبارك الله شعر في يساوي هذا يا يساوي 33 سمانة شنو انا هذا خلاك 220 هو هو بليك وخلصوا 215 و220 هو الثمن اللي قال لك دابا باقي ما عطاوهلوش هو علي بزرو هو هذاك بزرو اي كنت تبارك الله الحولي اللهم بارك انا عزيز مع 23 عطينا 20 ما قنعشي لا قلنا حماش الناس معاك المويا بارده مو المويا راه عمرنا شي شرح مزيان الله يحفظك الله يشرح الله على المتابعين صحة أيوب هذه الصحة باردين يا سي محمد أشحال الدلة حسي محمد 40 ابن عمي 40 الأغلى أنا مسكين أنا ديالي خليها لي تلمح هاي تلمح لمحة الله يجيب تيسير الله ما يسير لكم الله التمور خير البلاد الله عاون واحد يتعب حري حري واش غادا من بالبيلي كي ولد انت انا ما عارفك البرير ديال البرير ديال البقير ديال القويب واش جاي تشوف اخ يولا تبعتها خليك بس شحال ربحو ذا الرئيس؟ 40 درهم شحال 40 هذه 1000 فرنك هذه 300 هذه 20 درهم والله الا لعبت هذه فوق 500 ندير لاقي جوج من هذيك يلا سلام سلام عليكم ان شاء الله نشوف فطرو انا والعند الخوا هو وخميس تاع ايوب واش نخصك الحرشه ديال الحرشه الشعر ولا بينو معنا محمد علي السلام عليكم الله يعاون اخي محمد علي ابتسم محمد علي مرحبا بكم عند محمد علي السلام عليكم اجي ابتسر الحبيب وما يسير كاين شي حرشه كاين شي شواك سردين كفته نعم سردين كفته فيلي عاد شنو صاير فيلي فيلي عاد المسائل ديالو كامله شحال شحال وصل 400 درهم 300 الف ريال لا الفريق 5 دراهم يا عمي الله اللهم يسر الله رايق لنا شي حاجه رايق رايق لنا عمي شوف لي شحال واحده وغنزيد واحده يلا هاي الحبيب الشوايه الاخوان الشوايه السردين سوق بني احمد الصحه والراحه مرحبا بكم عند الرئيس الله يرحم والديك الله يجيب تيسير الله يرحم والديك مرحبا بكم عند السي عبد الواحد صاحب الشوايه صاحب الشوايه والله الصراحه الاجواء واعره هنايا في السوق ما
اخوة صاحبي قرب لك قرب قطع الخبز اخوان مرحبا بكم مرحبا بكم شوية السردين ايوه الله يسخن اخر ان شاء الله هو كيسخنوا هو كيسخن الاخوان تغداو نشوفوكم ان شاء الله باش ما يزربوا عليا الخدا وما الله في خالتي مسكينه دير لها ورد بوحدة شوف هذه كاينه الاخرى الجمعه قيل قيل شلاضة قيل شلاضة بلاتي هكا بركة العين اللوبية هذه اللوبية لا لا عيدة زيت من الشمس لا العدس الله اللي في راسك العدس رانا بن احمد اخر هذا الملفون ولد البيصر هذه الجلبانة البيصر تا هي العدس رقيقة الحمص قال زيد اشحال اللوبيا اشحال بيصر الجلبانة بيصر الجلبانة 200 ونص قال عمي كيتسخر ان شاء الله اليوم في السوق الاسبوعي ديالنا كيشري القطاني كل محمس الصادق اليوم عيشري مونيكا الأحلى أميرة شجاتكم هذين وارد القفة ديالة النورب ديالة كل شيء كل شيء ديالة بدير أميرة اللحية هو اللي فاتني قال لي راه فينو صلاة لي يا سيدي الحبيب سايكوك جيب لي 100% مرحبا بكم الريحة ولا تنشم شم وانا ما عجبتنيش طيب حس فاتي حبيب ما عندك معروف ارانا شي ريحة اخرى اخي هذيك الريحة الصغيرة هذيك واعرة مجيه ما عندكش بسم الله الله يرحم الوالدين بسم الله اوه عمي الله يزيد الله كثر خيرك بارك الله فيك عدلت السلام عليكم اخوتي كيف نتوما مزيانين كل شيء بخير عامل فيديو السلام عليكم مشاهدينا من بعد ما سالينا بالصخرة ديالنا وقمنا بواحد جولة صراحة كانت رائعة وعرة جدا مع أولاد الأخوة ديالي ودعمنا إن شاء الله ودعمونا خيصة ديالكم على المتابعة ديالكم ودابا إن شاء الله نعود بحالنا